قبل أيام هاتفته لأطمئن على أحواله بعد إصابته بكورونا، يقول لا راد لقضاء الله، أيام وستمضي. ولكن قبل أن يقفل الخط قال حزينا: شر ما في الأمر أن بعضا ممن يتصل لا يسألني كيف أصبحت، وإنما من خالط. فيا إخوتي، لا يسيكم الجزع أجمل دواخلكم، بدون إرادتهم حرموا من كفوف الأمهات سعادة اللقاء بالأهل والأولاد، لذا سلوا جدرانهم عن وجع الحرمان، ستجيبكم وحدها كيف تئن من فرط الأنين والصبر. كورونا ليس عارا يحمل على كتف من اختارته العدوى، هو درس لعالم عاش كفايته من الفرقة والإقصاء، درس يقول ستنتصرون حين تتآلفون. دمتم أصحاء، إلى اللقاء.